مرحبا بكم. من أمين سرداب العالم السفلي إلى الشيطانة الشهيرة ليليث، إليك أبرز 10 شياطين ذكرتهم الأساطير وآمن بهم الناس قديما وحتى اليوم. بيلفيغور. وفقا للأسطورة، بيلفيغور هو أحد أسياد الشياطين، ويعد من المقربين من إبليس. مهمته الموكلة إليه من قبل سيده هي الكسل، استدراج الطموحين والحالمين إلى فشل دائم. الغريب أن عدد كبير من الفرنسيين يؤمنون بوجوده ويدعون أنه يقبع في سراديب الموتى أسفل العاصمة باريس. يقوم الكثيرون منهم باستدعائه لجلب الشهرة والثروة، ولكن بكثير من المماطلة يحول حلمهم إلى كابوس، ويحولهم من حالمين كثيري الإنتاج إلى أشخاص كسالى. يقال أيضاً بأنه أحد الملوك السبعة للجحيم. بيرستوك. أما بيرستوك فيعرف بأنه شيطان الغابة، ويصف على أنه نصف رجل ونصف ماعز، بينما مصادر أخرى تصفه على أنه مجرد ظل وليس له شكل بشري. مهمته هي خداع المتجولين في الغابة كي يضيعوا ويتوهوا في أعماقها، وذلك عن طريق بعض الحيل التي تؤدي لتغيير مسارهم في الغابة، كالهمس في أذانهم لإخافتهم، وضع الأغصان لعرقلتهم، وكل هذا للاستمتاع بمعاناتهم ليس إلا. بيلزبوب. في المركز الثامن لدينا الشيطان بيلزبوب، أحد شياطين رفيعي المستوى وأحد مساعدي إبليس أو لوسيفر كما تسميه الإسرائيليات، وهو يعتبر أحد ملوك العالم السفلي، وتتعلق خطيئته بالفخر والشراهة، كما أنه مسؤول عن السيطرة على الشياطين الطلقاء على بني البشر. يقال أيضا بأنه يمكن أن يتجسد في شكل ذئب، هكذا تقول الأسطورة والتي يؤمن بها الكثيرون. سابعا ليليث. بينما تقول الأسطورة بأن ليليث هي إلهة شيطانية، تظهر في كثير من الصور في علم الشياطين السومري والبابلي، وتظهر بصورة عذراء جميلة الملامح تتمسك بأي آدمي تقع في عشقه. ويقال أيضاً أنها بالأساس كانت واقعة في حب إبليس أو لوسيفر نفسه، ولكنه أساء معاملتها فحاولت الهرب منه، فقام بمسخها إلى ثعبان فترة طويلة، وبعدما عادت لهيئتها قررت الانتقام من كل الرجال. قد يكون مضحكاً، ولكن تلك هي القصة الأكثر شيوعاً في أوروبا المتحضرة. سادساً بيل. بينما جاء في بعض الروايات المعروضة على موقع الجنة الشيطانية أن هناك مجموعة تدعى بلار 72، وهي مجموعة مكونة من 72 شيطان يمتلكون قوى خاصة تجعلهم من أسياد الشياطين، بيل هو رئيس تلك المجموعة ويعد أحد حكام العالم السفلي. يقال أيضا أنه يمكنه اتخاذ هيئة رجل أو قطة أو ضفدع بجانب بعض الأشكال الأخرى، بينما تظهره الرسومات على أنه مخلوق قوي بهيئة رجل بشر وتاج وجسد عنكبوت. أسموديوس. وفي المرتبة الخامسة لدينا أسموديوس، ملك الشياطين والأرواح الضالة، كما أنه أحد أمراء العالم السفلي، ويمثل إحدى الخطايا السبع المميتة، ويحكم برج الثور. بالنسبة لشكله أو هيئته، يقال إنه بمظهر وحش قاسي يبدو عليه روح المرح وسرعة البديهة. الجزء المخيف حول مواجهته هو قدرته على قطع جسده لأشلاء ومن ثم الاختفاء مباشرة. عزازيل. أما عزازيل فيقال إنه أحد رؤساء حكام الجريجوري، تلك الطائفة من الشياطين الذين تزوجوا من بشر وأنجبوا مخلوقات عملاقة مخيفة أكلة للحوم البشر. يضاف أنه بدأ بأكل الخطايا، ولكن كلما أكل كلما شعر بأنه أكثر جوعا مما جعله يفسد في الأرض قدر استطاعته، لدرجة أنه هو من علم البشرية كيفية صناعة السيوف والسكاكين والدروع ليشبع رغبته في الإفساد. ويذهب البعض إلى أنه استطاع إقناع البشر بمحاولة مهاجمة السماء، ولكن الملائكة قاموا بمحاربته وتقييده وحبسه في حفرة في الصحراء إلى أن أتى لوسفير وأنقذه بنفسه. ثالثا إيمون. بينما يقال بأن الشيطان إيمون هو أمين سرادق العالم السفلي المخيف وسابع الشياطين في آرس، بالإضافة لترأسه لأربعين فيلق مختلف من الشياطين، مهمته هي العلاقات العاطفية بين البشر، فهو يمتلك القدرة على إيقاع شخصين في حب بعض أو العكس، قد يحدث بينهم كراهية كبيرة،
أما عن شكله فيقال إنه يظهر على هيئة ذئب بذيل ثعبان، ويمتلك القدرة على استنشاق النار، كما يمكن أن يظهر كغراب له أسنان كلب وذيل طويل. ثانياً هيدز. أما هيدز فيقال إنه أحد ملوك العالم السفلي والمسؤول عن حبس وتعذيب الأرواح الضالة في العالم السفلي. في الواقع هو يقوم باختطاف الأشخاص وإحضارهم للعالم السفلي، وبمجرد نجاحه لا يسمح لأي شخص بالهروب من هناك أو حتى لأشخاص آخرين بمساعدته. واحدة من أهم الأساطير الشائعة عنه هو قيامه بخطف الفتاة بريسيفوني حينما كانت تقوم بجمع الزهور. بعدها استطاع إقناعها بتناول طعام من العالم السفلي جعلها مرتبطة به حتى اليوم الحالي. أولاً وأخيراً نختم مع الشيطانة ليماشتو، والتي عرف عنها من حضارة بلاد ما بين النهرين، وقيل إنها كانت تفترس النساء الحوامل وتنتظر أخريات حتى يرضعن أطفالهن، ومن ثم تخطف المواليد وتلتهم لحومهم. أيضاً قيل إنها مسؤولة عن بعض الكوابيس المزعجة وبعض الأمراض التي تصيب الرجال والأمهات. لتلك الأسباب كانت الأمهات يرتدون قديماً تميمة عليها صورتها من أجل حماية صغارها، بينما كانت تقوم بعض النساء بتقديم قرابين لإرضائها، وكانت عبارة عن أغراض أنثوية صغيرة. حسناً يا رفاق، كانت تلك أشهر الشياطين التي ذكرتها الأساطير أكثر شيوعاً في المجتمعات القديمة. برأيك من منهم يعد الأسوأ؟ سأنتظر إجابتك في التعليقات. والآن لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك جديدنا.